بدأت قوافل الحجيج بالتحرك من مدينة المكلا صوب المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج في رغبة وشوق لزيارة بيت الله الحرام وإقامة الركن الخامس. وانطلقت قوافل الحجيج التابعة لوكالة مزارات تحفهم عناية الرحمن بالوصول آمنين مطمئنين إلى أرض الحرمين. المزيد في هذا التقرير. من مدينة المكلا بدأت قوافل الحجيج بالتحرك نحو المشاعر المقدسة لأداء فريضة حج هذا العام، داعين ملبين الله تعالى بتيسير وصولهم لبيت الله الحرام في مسار الخشوع نحو أرض السكينة، أفواج وحشود تحفها الطمأنينة. سعداء بهذه الرحلة الروحانية المباركة إلى الأراضي المباركة، وهي رحلة نسأل الله لنا التوفيق وأن يبلغنا وإياكم إن شاء الله لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأداء فريضة الحج هذه المنسك الروحاني العظيم. متوجهين للحي بيت الله الحرام عبر مكتب مزارات. الحمد لله أنا حيات من قديم، بس أنا طالع للحي للوارد إن شاء الله. الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين، ويجزاهم الله خير على التسهيلات والإجراءات التي قام بها هذا المكتب، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ويكون حي مبرور وسعي مشكور إن شاء الله رب العالمين. أفواج الحجاج تتحرك عبر المنافذ الجوية والبرية بسلاسة وفق جداول الرحلات المحددة لها مسبقا. أكثر من 200 حاج يتبعون وكالة مزارات للحج والعمرة والزيارة، يتم تفويجهم على دفعات عبر رحلات برية وجوية بعد تلقيهم دورات توعوية وتثقيفية في مناسك الحج والعمرة وترتيب مساكنهم في البقاع الطاهرة في مكة والمدينة رغم السعر الباهظ الذي يفرض على المواطنين لأداء الركن الخامس من الإسلام والذي بلغ نحو 18,000 ريال سعودي هذا العام. هذه الحملة الأولى لوكالة مزارات، وحجاج وكالة مزارات هذا العام توزعوا بين الطيران والبر، وبين حجاج من ساحل حضرموت وواديها، وكذلك هذه الحملة الأولى تتحرك، وهناك حملة أخرى إن شاء الله تعالى نلتقيها في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. الحجاج بلغوا أكثر من 200 حاج هذه السنة، وعملت الوكالة على تسهيل وتيسير وترتيبات حجاج البر وحجاج الجو، حجاجنا من الساحل ومن الوادي ومن عدن، كذلك بعض الحجاج نقابلهم في مطار عدن بإذن الله تبارك وتعالى. استبدأ الرحلة إن شاء الله تعالى إلى المدينة، ثم بعد ذلك إلى مكة لإتمام مناسك الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسيرها في خير ويسر وعافية. تستعد وكالة مزارات في كل عام بكافة طواقمها لعملية التفويج والتسكين وما يتلو ذلك من خدمات تقدم لحجاج حضرموت حتى يؤدوا مناسكهم في جو من الراحة والطمأنينة والامتثال لطاعة الله تعالى والظفر بحج مبرور الذي لا جزاء له إلا الجنة.